تفاصيل جلسة اليوم حنا الحمد لله وبإذن الله كما دائما وعادتي كنقول بأنه كلنا ثقة في القضاء المغربي. أولا أتوجه بالشكر لرجال الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء اليوم كعادتي كما دائما أقول أنه ما ضاع حق وراءه طالب ودائما لابد من يوم ترد فيه المظالم، كذلك اليوم ترد المظالم لنا حنا كضحايا. اليوم جلسة أمام المشتكى به محمد إنان صاحب قناة بلا حدود اللي نقدر نقول أنا كنقول أنا وأنا كنتحمل المسؤولية أنه ملفه شبيه بملف حمزة مومبيبي وأخطر من ملف حمزة مومبيبي كذلك. فاليوم أول جلسة إن شاء الله ما عرفنا شنو غادي يكون داخل. قبل تمت المواجهة بيني وبين أمام أنظار الفرقة الوطنية، كانت صراحة المواجهة شوية فيها شد ورد، طيب ما كتعرفوا المتهم ما كيبغيش يعترف. فاحنا اليوم أول جلسة إن شاء الله عندنا في المحكمة. شوفي انا ما غادي نوجه، شوفي حنا دائما انا ما تنبغيش ناخذ الامور بالشكل العام، كل شخص كيمثل نفسه، كل شخص كل قضيه كتمثل الشخص اللي هو متهم فيها. ما غاديش نحكموا من على شخص واحد غنسيو مثلا بحال الناس اللي كتربط قضايا اشخاص معينين بالمغرب، كتقول لك لا هذا شفع المغرب، المغرب له تاريخ وحاضره ما ندخلوش في هذه الحيثيات. انما هاد القضايا من هذا النوع هذا وجب انها تكون عبره لاصحاب اللي كيفكروا انهم يفتحوا قنوات وعند بالهم انه ما كاينش قانون، كاين قانون في البلاد. وخير دليل شفنا قضيه حمزه مومبيبي انه رغم صراع ما يدوم على 3 سنوات صارعنا مع ذاك الملف، وفي الاخر بان من وراء الملف ومن يسير حساب حمزه مومبيبي. كذلك اليوم هذا الشخص الذي عاث فسادا في اليوتيوب وقال في ما لم يقله مالك في الخمر حقيقه، يعني الامور كانت شويه، يعني انا كنشوف انه كانوا كيسببوا ارهاب نفسي، لذلك انا دائما كنطلب انهم يتحاسبوا حساب يتعاقبوا بحالهم بحال الارهابيين لانهم كيسبوا رهاب نفسي. هذا الشخص صاحب قناه بلا حدود اليوم حنا كنشوفوه امام العداله كما شفتوا، وانا كنقولها قدامكم كاملين، كما وجهته امام انظار الفرقه الوطنيه بات كالفأر جبان امامي. كينكر يعني هذاك ذاك 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 القوه وذاك السب والقذف اللي كنا كنشوفوه في القنوات. انا امام الاسبوع الفارط من اسبوعين انا قابلته امام الفرقه الوطنيه بات كالفأر الجبان. فنتمنى ان هذه القضيه هذه تكون عبره لاصحاب القنوات، خصوصا اخص بالذكر اصحاب القنوات اللي خارج المغرب، اليوتيوبرز اللي استباحوا عرض الناس وكيسبوا وكيقذفوا وامثالهم كثر. اليوم لكم كانت لكم عبره في ملف حمزه مومبيبي، اليوم كذلك صاحب قناه بلا حدود المدعو محمد انان خذوه عبره وما تنسوش وما تستهونوش بقضاء المغرب، لا تستهونوا بقضاء المغرب، قضاؤنا قضاء عادل ونزيه. عندنا رجال فرقه وطنيه من خيره الضباط صراحه، وحتى شي حد ما كيظلم القانون، ما كيظلم حتى شي حد، وحنا اليوم داخلين المحكمه وكلنا ثقة في القضاء المغربي. انا دائما اقول انه لا تعليق لي على الاحكام القضائيه، لا تعقيب لي على الاحكام القضائيه، احترم الاحكام القضائيه في بلدي لان بلدي بلد القانون، بلد المؤسسات، وقضاء بلدي قضاء نازه وعادل، ما كيتظلم عنده حد، ما كيظلم واحد، يعني كما كنقولوا حنا باللغه العاميه القضاء المغربي ما كيظلم على ما كيظلم حد، ما كيجني على حد، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. ونتمنى انه هذا الملف كذلك ديال محمد إنان صاحب قناه بلا حدود يكون عبره لاصحاب اليوتيوبرز اللي خارج الوطن، وراه شفنا اعترافاته على العديد من القنوات.